التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز وأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكليات الحربية. هذا وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع الطلبة المتقدمين وأشاد بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة. وأكد الرئيس حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العملية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. وحرص الرئيس السيسي على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة المجالات، مطالبا الطلبة بضرورة المداومة على الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة. بدأت مرحلة الصمت الدعائية التي يتوقف بموجبه المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. يستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في روية ودونما تأثير دعائي على إرادته. وتنطلق عملية التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدى 3 أيام. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن مع السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا. وأكد شكري خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمسار الحل الليبي دون أي إملاءات خارجية وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند اطلاعها بدورها استنادا على المرجعية الليبية للتسوية، خاصة اتفاق السخيرات وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتضامن في ليبيا في أقرب وقت. وأضافت الخارجية في بيان أن شكري شدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا. التقى وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء اللجنة العربية الإسلامية ووزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر في واشنطن مع السناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأكد شكري في الاجتماع على المخاطر الإنسانية والأمنية لتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وهو ما يأتي استكمالا لعملية القصف والحصار الإسرائيلي اللا إنساني، فضلا عن دفع المدنيين الفلسطينيين للنزوح لجنوب قطاع غزة. كما شدد شكري على أهمية تنسيق جهود الأطراف الدولية إزاء ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة لفرض الهدن الإنسانية وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وعلى شواطئ مدينة رفح جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات. قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيتر دي سوتر إن بروكسل تمنع أو تريد منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكتبت دي سوتر على منصة إكس: سيحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا، مضيفة أنها ستقترح أن تؤيد بلادها تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر السفر على نطاق أوسع. من جانب آخر، أعلن بارنيت ليتس المتحدث باسم الحكومة أن بلاده ستطلب من المجلس الأوروبي إضافة مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف إلى قاعدة بيانات معلومات شنغن لمنعهم من الدخول.
انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نهج إسرائيل في هجومها على جنوب قطاع غزة قائلا إن هناك فجوة بين نيتها لحماية المدنيين وما يحدث على الأرض. وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، وضع بلينكين خطوات ملموسة لضمان إبعاد المدنيين عن الأذى وتزويد المناطق التي ينزحون إليها بالغذاء والدواء والمياه. وقال بلينكين إنه علاوة على إعلان مناطق آمنة، سيكون من المهم أن تتاح الاتصالات حتى يعرف الناس أين يمكنهم الذهاب ومتى تتضح الفترات التي يمكنهم الانتقال فيها من مكان لآخر.